ومرحبا بكم معنا في هذا اليوم الذي نترقب جميعا في هذه 90 دقيقة الغير عادية. دائما ما كانت مباراة الديربي لها أهميتها وحديث المشجعين ويتكلمون عنها قبل إقامتها حتى بأيام بأسابيع وبعدها بأيام بأسابيع. الفريق الفائز في هذه المباراة سيكون أو سيعيش يوم غير عادي مع جماهيره بالتأكيد. لا شك أيضا أنه هذه المشاهد من أفضل الأشياء اللي ممكن نشاهدها عشاق كرة القدم، المشاهد الرائعة جدا في المدرجات، الجنون اللي عند المشجعين، الشغف العالي، الآهات، الصوت العالي، الدعم الكبير، يا لها من أجواء جنونية في المدرجات. ها هي البداية إذن. ماتيب ويلعبها عرضية، يقطع الكرة غراي، أرنولد، محمد صلاح، تسديدة، تصدي رائع جدا من الحارس. محمد صلاح قام بما هو عليه مطلوب منه بالضبط، ولكن حارس المرمى يتمكن من إبعاد الخطر. لعبة الله على الفرصة تمر من حارس المرمى لكن القائم يقول لا. يلعبها ببراءة، كان في موقع جيد حقا، تسديدة من مسافة بعيدة، الكرة اعتلت العارضة. أندري غوميز يحاول أن يلعب، يسدد الكرة، يلعب كرة على اليسار، يبحث عن المهاجم. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. هندرسون يتسبب في احتساب المخالفة. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب. محمد صلاح، كرة إلى الأمام، يحاول أن يسدد الكرة من هنا. جول لليفربول ويسجلون الهدف الافتتاحي. انهاء بشكل رائع في موقف واحد على واحد. التقدم في هذه اللحظات بهدف مقابل لا شيء. يلعبها إلى الأمام، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد.
الهدف الوحيد في المباراة كان هو الحاسم للنتيجة في نهايتها. النتيجة 1-0. تحرك جميل والتسديد التسجيل، قوة كبيرة وشجاعة أمام المرمى. هل شاهدتم هذا السيناريو من قبل؟ هدفين متتاليين، يا لها من كرة، كرة ذهبية لا يمكن أن ترقب الهدية. النتيجة 2-0، تقدم بهدفين يعني أنهم متحكمين تماما في مجريات اللعب بالطول والعرض، يقدمون أداء مبهرا في مباراة اليوم. كرة طولية في المساحة الخالية، الآن يبحث عن لاعب في المنطقة الأمامية. أداء دفاع قوي جدا هذا اليوم، يحاول تمريرها من بين المدافعين. عدت الكرة، يستعيد الكرة سريعا، يلعب كرة بينية. أندري غوميز، مع انطلاقة ممتازة على الجهة اليمنى. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم مباراة يطلق صافرته. نعم، كرة رأسية خطيرة، والآن نهاية الجزء الأول من هذه الحكاية، نهاية الشوط الأول في هذه المباراة. الكرة الممتعة اللي يقدمونها في مباراة اليوم، الأداء السلس الممتع والأهداف والسيطرة وكل شيء. يحتاجون أيضا ربما إلى مزيد من التركيز لتكون أهداف أكثر في الشوط الثاني. فصل آخر من الإثارة، اللاعبون يعودون من غرف تبديل الملابس. يلعب كرة طويلة إلى المساحة الفارغة، ها هي التسديدة، الكرة الخطيرة. يلعب الكرة مباشرة قبل أن تلمس الأرض. من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ الكرة ملعوبة من مسافة، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يا سلام على المهارة، على الكرة الجميلة، ينجح في المرور، كرة عرضية. الكرة المعتادة، الدفاع القوي جدا، يحاول فك شفرة دفاع الفريق الخصم. الآن تلعب الكرة إلى الأمام، خسر المواجهة أمام خصمه. كرة طويلة إلى الأمام، حارس متألق وينجح في الحصول على الكرة. أندري غوميز، كرة طولية إلى الأمام، أجمل تدخل في لحظة حاسمة بعد أن كانت كرة خطيرة جدا على مرمى فريقه. أندري غوميز، لمسة بينية، كرة للخلف غير مقصودة والحارس ينجح في الحصول عليها. كرة طويلة للأمام، يلعب كرة طويلة، يحتسب الحكم ركلة حرة. Substitution in progress. كرة طولية من الحارس،
يلعبها طولية. بيكفور يبعد الكرة، تعود الكرة إليهم مرة أخرى. محمد صلاح كرة ترتد من القارب. تأني في الكرة وبعد ذلك أتم النهاية. عديدة الآن. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. يلعب كرة طولية إلى الأمام. يبحث عن زميله. يلعبها لمنطقة الخطر. فابيان ديلف. الكرة ملعوبة من مسافة. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور هنا. يمر يلعب كرة بينية. ينجح في تمريرها إلى غراي. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. حالة من الغضب من بعض اللاعبين من ذلك الالتحام. التدخل قوي وتشاجر اللاعبين بينهم الآن. الكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. تسديدة من أول لمسة. وتنطلق صافرة الحكم لإنهاء اللقاء. قدموا عرضا رائعا من اللاعب الهجومي. كانوا يخترقون الدفاع متى ارادوا. شيء رائع ان نكون جزء من مباراه مثل هذه بالتاكيد.